صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن حسين المعظم. ملك ولا مثله بهالدنيا ملك. يترجم المعنى الحقيقي للوجود ويفلسف المعنى العميق المجملة. أقطع من السيف المجرد بالعقود واثبت من الأطواق لا دار الفلك. نقول للحاسد بوجهه يا حسود الله عطانا طيبته وش دخلك. سند عليهم وقت وعياك الصمود واسبن عليه إذا الزمان استسهلك. اللي يا رضا يولع الدنيا عقود وإذا زعل يقوم راح دور هلك. انت ملك من قبل لا تصبح ملك وانت اللي تامر وشعبك قدر. الدار دارك والوطن كله لك وافعالك تحير شعوب تعددها.